طيب احنا دلوقتي كنا وقفنا عند الاكتيفيتي اللي اسمها ابلود برودكت. طيب عايزين نشوف الديزاين بتاعها عشان نفهم ان الاكتيفيتي دي بتعمل ايه بالظبط. يعني ده ابلود برودكت دي فيها صورة اللي انا اختار صورة يعني وادخل اسم البرودكت والبرايس بتاعه والكوانتيتي والكاتيجوري بتاعه. طبعا الكاتيجوري فاضي عشان لسه ما ضفتش كاتيجوري. فانت لما تاخد البروجكت هتلاقي عندك الداتابيز كلها اصلا فاضية، فانت تبتدي تضيف الداتا بتاعتك. فالسبينر ده اول ما تضيف داتا هينزل هنا وتختار الكاتيجوري بتاع البرودكت اللي انت عايز تدخله وتدوس ابلود برودكت. وده الزرار عشان لو انت دخلت داتا غلط وعايز تمسحهم كلهم فترست الداتا اللي انت دخلتها في الايه في اللاي اوت دي. طيب نبص عليه ككود. اول حاجه عرفت الويدجت اللي انا ايه اللي انا هستخدمها بالاوبجكت عندي برضو بتاع الداتا بيس ده ثابت برضو. وجيت عرفتهم في initialize the view، عملت لهم find view by id يعني. وبعدين هاجي عند زرار ان انا بختار الايمج بتاعتي، بروح بانتنت على الجاليري على الموبايل بتاعي واختار الايمج، بيوديني على activity على بيديني وبيوديني على function اسمها onActivity result. ده لما برجع بالايمج باخد الايمج بحولها ل بحولها بحول اليو ار اي بتاعي لبايت وبعرضها عندي عشان اقدر احطها في الداتابيز، لان مش هينفع اخزن ايمج كده على طول، لازم احولها لاري اوف بايت. دي الفانكشن اللي بتحول الايمج بتاعتي لبايت، بديها ايمج فيو وترجع لي اري اوف بايت. ويبقى كده انا خلاص اخترت الايمج بتاعتي وحولتها لبايت. طيب دي الفانكشن اللي بترجع لي كل كاتيجوري بتاعه اللي انا بقول عليها في المحطوطه في السبانر عشان اختار الكاتيجوري بتاع البرودكت ده. يبقى انا عندي كل الكاتيجوري بدل ما هو يدخله بايده، لا انا ارمهم له كلهم في السبانر ماشي، وهو يختار وهو بيدخل البرودكت. بعدين عندي فانكشن اسمها ابلود برودكت بقى بعد ما خلاص اخترت الايمج واخترت الكاتيجوري واخترت كل حاجه ودخلت الاسم بتاعه وكل حاجه. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ بتاخد مني كل حاجه وادخلها، وبعدين بتتشيك على كام حاجه اللي هما مش نال، يعني النيم والبرايس والكوانتيتي بتاعي. وبعدين بعمل اوبجكت من برودكت موديل عندي. وبعدين في الداتابيز اند على فانكشن اسمها انسرت برودكت واديها الاوبجكت ده. وبعدين بفضي برجع افضي تاني الفيلدز اللي عندي اللي هو الايديت تكست وكده، وبقول له مسج اللي هو برودكت اديت، لو هو في داتا عنده ناقصه اقول له تشيك الداتا بتاعتك. دي كانت الاكتيفيتي بتاعت الابلود برودكت. طيب احنا نتكلم عن ايه تاني؟ هنتكلم عن فاضل لنا الباكج بتاعت الادابتر والفراجمنت. طيب الادابتر هو ايه؟ احنا بنستخدم الادابتر، اتعاملنا مع الادابتر قبل كده عشان نستخدمه مع الليست فيو، بس احنا اتعاملنا كل تعاملنا قبل كده اللي خدناه في اللابات يعني كان مع السيمبل ليست فيو، اللي هو بيبقى عندي تكست بس، يبقى دايما عندي رقم تكست اي حاجه واحده يعني. طيب انا دايما دلوقتي هعرض برودكت، فيبقى عندي دي صورة ونيم وبرايس وكده، يعني عندي حاجة كتير، فلازم اروح انا اعمل ادابتر بداية، مش هستخدم الاري ادابتر اللي كنا بنستخدمه. طيب هعمله بداية ازاي؟ هشرح واحد والتاني شبهه يعني. نشرح بتاع برودكت ادابتر. نفتح برودكت ادابتر. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن كلاس بيكستند من الاري ادابتر اللي كنا بنستخدمه عادي، وفي الاتريبيوتس بتاعتي بقى اللي انا هستخدمها. طيب الادابتر ده هيبقى محتاج ايه؟ هيبقى محتاج اري ليست اوف منين؟ من برودكت موديل اسمها داتا. وانا كنت عامل داتا كوبي دي عشان حاجه تانية ملهاش لازمه دلوقتي. بعدين عندي بعدين عندي اللينكد هاش سيت
ده برضو زي ما تقولوا كده ست عشان نحط فيها الايتيمز بتاعتي يعني فاملي. وعندي شارد بريفرنس والاديتور بتاعه. طيب ده الكونستراكتور بتاع الكلاس بياخد ايه الكونتكست وبياخد الريسورس بتاعي وبياخد الريليست من ايه من البرودكت موديل. يعني الداتا اللي اديها له هنا هو الداتا بتاعت الليسته دي. طيب والشارد بريفرنس بعرفه ودي فانكشن بتجيت البرودكت اللي انا كنت حاططها في الكارت عندي قبل كده. طيب ليه بعمل كده هنشوف قدام. وفي فانكشن تانية اسمها جيت فيو دي بتعرض لي اللي اوت الديزاين بتاعها. يعني انا في الاري ادابتر كنت بديله اندرويد دوت ار دوت لاي اوت دوت سمبل ليست ايتم 1 دي كانت لاي اوت جاهزه في الاندرويد فهو كان بيسمح لي استخدمها. طب انا هنا عايز اعمل لاي اوت الخاصه بيا فانا لازم ايه استخدم الكاستم ادابتر ده واروح اديله انا اللاي اوت. طب اللاي اوت انا عملتها فين؟ عملتها هنا اهو بعمل لاي اوت من غير اكتيفيتي بس هي لاي اوت بس اسمه برودكت ايتم. دي بتبقى عبارة عن ايه عن ايمج والتكست بتاعي اللي هو النيم والبرايس وزرار عشان اقد تو كارت. ده اللي اوت اللي انا عايزه يظهر في الـ في الـ في الليست فيو عندي. طيب اللي اوت اسمها ايه برودكت ايتم. تمام هيجي عند برودكت ادابتر ويجي عند الفانكشن اسمها جيت فيو. طب جيت فيو دي بتتشيك ايه؟ بتتشيك الفيو بتاعي لو هو بنال خلاص يبقى انت تروح تجيب اللي اوت دي وتعمل لها انفليت يعني زي ما تقول كده تاخد منها صوره وتحطها عندي في الايه في الليست فيو. ده السطر ده بيعمل كده. وبعدين بعرف الويدجت اللي عندي في اللاي اوت او الفيو اللي عندي في اللاي اوت اللي هو انا عندي ايه كان عندي ايمج واتنين تكست وزرار. طب ادينا عرفتهم. وبعدين انا هيبقى عندي الاري ليست اللي فوق اللي قلنا عليه اللي اسمه داتا ده ماشي. ده اللي انا هبصيه في الكونستراكتور هيبقى شايل الداتا كلها اللي هو ده دلوقتي. ده نفترض اللي هو شايل الداتا كلها فهو بيعمل ايه؟ بيحط كل واحده في كل داتا في الويدجت بتاعتها. يعني هنا انا كنت لما اجي اجيب الايمج بتاعتي هي ايه انا حاططها في الداتابيز اري اوف بايتس فانا هيرجع لي لما اجي اقول داتا دوت جيت بوزيشن اللي انا واقف عليه ده دوت جيت ايمج هيرجع لي ايه هيرجع لي اري اوف بايت. طب جميل انا عايز بقى احولها للايمج وبعرضها في الايمج فيو. السطرين دول بيعملوا كده يبقى ده بيرجع اريو بايت وده بيحولها لايمج وهنا بعرضها في الايه في الايمج فيو بتاعتي. وبعدين بسيت التكست بتاع البرودكت نيم والبرودكت برايس بسيت الايه. طب الفانكشن اسمها جيت برودكت نيم وجيت برايس دي جاي من ايه؟ من الموديل اللي انا كنت عامله بتاع البرودكت. طيب بعدين زرار اد تو كارت ده بيعمل ايه؟ لما بدوس عليه بيختار الايتم اللي انا اخترته ده بيجيب الاي دي بتاعه ويحطه في لستة. وبعدين الجيسون هنا بيحول الليست كلها عشان ممكن اختار اكتر من ايتم مش ايتم واحد. فانا لو كل ما ادوس يتقاد في الليستة وبعدين احول الليستة كلها لسترينج وبعدين هخزنه في شارد بريفرنس عشان اقدر اسحبه في الاكتيفيتي التانية اللي اسمها كارت او الفراجمنت التانية اللي اسمها كارت. بعد كده بيقول لي خلاص ان انت كده ايه برودكت ادد. طيب فانكشن فلتر دي بتعمل ايه؟ بتاخد لسته اللي انا مثلا لو انا عايز افلتر على حسب الكاتيجوري فانا مش كل البرودكت هيبقى معايا فهيتكون عندي لسته جديده. ده تاخد لسته وتمسح الليست القديمه وتخلي الليست الجديده هي اللي انا مبصيها. وبعدين لازم نوتيفاي داتا سيت تشينج عشان اغير في الادابتر على طول. يعني اول ما اعمل تغيير يحصل معايا في الادابتر مش هستنى لما اجي افتح من اول وجديد. طيب وبعدين دي فانكشن بترجع لي السيلكتد برودكت يعني بترجع لي البرودكت اللي انا كنت عاملها سيلكتد قبل كده عشان ما ازودش الايتم اكتر من مره. يعني لا انا ازوده مره واحده بس عندي في الكارت وبعدين ابقى اعدل في الكوانتيتي بتاعته في الكارت هناك. طيب نتكلم عن ايه عن فراجمنت ادابتر. طب فراجمنت ادابتر ده لازمته ايه؟ هو لازمته بس عشان خاطر ده عشان خاطر اللي انا لما اجي اقعد افتح الفراجمنت بتاعتي يبقى اختار منها البوزيشن يعني هوم عندي هوم وعندي سيرش وعندي ماي كارد. طيب
ده ما فيهوش اي حاجه، بياخد بس فراجمنت مانجر والكونتكست بتاعي ده في الكونستراكتور، وعندي البيج كود عند هذا البيج بتاعتي والتايتل بتاعهم اللي انا اغير فيه براحتي والكونتكست، وبعدين بتشيك الفراجمنت اللي انا واقف عليها اني واحده ويوديني عليها، ولو هروح باستخدام التايتل، ودي فانكشن بترجع لي عدد الايه الفراجمنتس اللي عندي او البيج اللي عندي. طيب عايزين نتكلم بقى عن الفراجمنتس. اول فراجمنت عندي اللي نتكلم عن الهوم. طيب الهوم دي شكلها عامل ازاي؟ ده الديزاين بتاعها، ما فيهاش اي حاجه غير اللي هو هنا سيرش وبعدين سبينر ماشي عشان اختار الكاتيجوري، وبعدين ليست فيو، ده بس اللي موجود عندي في الهوم. طيب نشوفها ككود. طيب عرفت ايه؟ عرفت ان ليست فيو عندي، وعرفت الداتا بقى اللي قلنا عليها اللي هي البرودكتس والادابتر واوبجكت من داتابيز، والايديت تكست بتاع السيرش والسبانر بتاع اللي انا لو هسيرش كاتيجوري، والادابتر بتاع السبانر ده. طيب جميل، هاجي هنا اعرف الليست فيو، اعرف الايديت تكست، واعرف السبانر، وبعدين كملت الاوبجكت بتاع، كملت تعريف الاوبجكت بتاع الداتابيز. بس هنا بدل ما كل مره كنت بديله كونتكست زيس، فانا هنا مش في اكتيفيتي عشان اقول له زيس، فبقول له جيت اكتيفيتي، ودي فانكشن بتجيت اول الكاتيجوري اللي عندي عشان احطها فين، عشان احطها في السبينر، شبه اللي موجوده في الابلود بالظبط. اول حاجه بتقاد بس عن الليست اللي عندي اول، عشان لو عايز ارجع اختار اول، يعني لو دوست مثلا على حاجه وعايز ارجع اختار اول كاتيجوري يبقى متاح عندي، وبعدين دي بترجع لي كل كاتيجوري من داتابيز، وبتحطهم لي فين، بتحطهم لي في السبينر اسمه كاتيجوريز. دي الفانكشن دي بتعمل كده get all category. طيب ايه الفانكشن تانية اللي بعديها؟ بجيت all product، ده يجي عند ال product وعند على فانكشن اسمها get all product، دي موجودة عندي في الداتابيز اصلا، وبحطهم كلهم، بعمل object طبعا، بعمل object من product model واحطه وقاده في ال products عندي، وبعد كده احرك الكرسر للنيكست اللي بعدين. طيب ايه تاني عندي؟ دي عشان احط الداتا بس، لو انا هتشيك الادابتر مش كل مره اعمل منه اوبجكت، لو اول مره بنل فهروح اكريت منه الاوبجكت واديله الايه الكونتكست بتاعه والريسورس عادي لو حطيته بزيرو، لان انا خلاص عملت انفليت في الفانكشن بتاع الجيت فيو، واديله الليست اللي هو ايه او الداتا اللي هو عايزها، وبعدين احط الادابتر في الليست فيو عندي ماشي. بعدين لما اجي اختار من الكاتيجوري ايتم، لما لو انا اختار مثلا، لو انا عندي السبينر ده هو هنا فاضي عشان انا مفيش داتابيز، بس لما اجي اختار منه حاجه هيبقى المفروض عندي لسته كده، لما ادوس على ده يفتحها لي ماشي. لما اجي اختار هيحصل ايه؟ اول حاجه هيتشيك اللي هو مش اول، يعني لو هو اول، لو انا اخترت من السبينر ده اخترت اول، فهو يجيب لي كل الكاتيجوري ويحطهم لي في الادابتر، وكان ايه، وكان لسه بتتكون من اول وجديد، كان الليست فيو بتتكون من اول وجديد. طيب لو هو مش اول هيروح على فانكشن اسمها سيرش باي كاتيجوري. سيرش باي كاتيجوري دي بتعمل ايه؟ دي بتكريت ليست اسمها فلتر ليست، وبتاخد الكاتيجوري بتاعي اللي انا بعته، وبعدين بتروح تستخدم في الفانكشن داتابيز، بتجيب الاي دي بتاع الكاتيجوري ده، لان انا رابطهم بالاي دي مش رابطهم بالنيم، فانا لازم اجيب الاي دي بتاع النيم اللي انا مختاره ده بتاع الكاتيجوري نيم يعني. بعد ما جبت الاي دي هروح اسيرش بقى ايه في البرودكت، اللي اجيب كل البرودكتس اللي الاي دي بتاعهم كذا بس، وبعدين بترجع نفس الكلام، بتروح على الفانكشن بتاع جيت برودكت باي كاتيجوري، هتدي له الاي دي، ترجع لي كل البرودكتس هنا بالكرسر برضو، هتشيك اللي هو مش بنال، واقعد احطهم كلهم في ليست، وبعدين
اند على الفانكشن اللي اسمها فلتر اللي كنا عاملينها في الادابتر اللي قلنا بنديها ليست. خلاص انا كده بقى عندي ليست جديده مكان القديمه، لان هي بتبقى محدده على كاتيجوري معين، فهديها للادابتر ده فتجددهم لي. طيب لو الليسته دي كانت فاضيه هقول له مسج بس اللي انت ايه كده مفيش برودكتس عشان اعرضها لك. طيب ده كان السيرش بالكاتيجوري. طيب انا عشان اسيرش بالكيورد عندي، لو انا عندي مثلا كده اهو وعايز ادخل كيورد بيتعرض لي بس اسم البرودكت اللي انا دخلته، هعمل ايه؟ هعمل نفس الكلام، هبعت هنا بعد ما في فانكشن اسمها add text change listener، دي بيبقى بتتقسم لثلاث حاجات، قبل التغيير واثناء ما انا بغير وبعد ما خلص كتبت. طب انا عايز بعد ما خلص كتبت بعمل ايه؟ بتشيك الاول اللي انا ان الليست الكلمه اللي انا كتبتها مش فاضيه. طب لو مش فاضيه هتروح تنده على فانكشن اسمها فلتر، دي بتاخد تكست وبتروح تعمل لسته جديده، بتروح تقاد البرودكت اللي من نفس الاسم او من نفس الحروف يعني في لسته جديده، وتروح تنده على الفانكشن برضو بتاعت فلتر تديها اللسته الجديده بتاعتها. طب لو انا كنت مدخل كلمه فاضيه فهو هيجيب كل البرودكتس عادي، هيعرضها زي ما هي معروضه. كده هيعرض كل ايه؟ هيعرض كل البرودكتس لو انا الكلمه عندي فاضيه. طيب نيجي عند فراجمنت اللي اسمها كارت. طيب كارت دي بتعمل ايه؟ نشوف بس الديزاين بتاعها الاول. كارت دي فيها الليست فيو هنا اللي بس الحاجات اللي انا اشتريتها واللي حطيتها عندي في الكارت لسه ما اشتريتهاش، وهنا عشان ادخل ادرس، او هنا هجيب ادرس من جي بي اس بتاعي، وهنا الاوريجينال برايس والدليفري والتوتال برايس، وهنا عشان اكونفيرم خلاص الاوردر. طيب نشوف الفراجمنت دي عندي برضو، بعرف بقى الويدجت بتاعتي خلاص اتعودنا، عندي ليست فيو وعندي كارت ادابتر انا كنت عامله، ان يعني كل ليست فيو لازم تعمل لها ادابتر لو اختلف في شكل الايتم، وعندي الداتا وعندي الاوبجكت من داتابيز، وعندي شير بريفرنس، وعندي برضو بقى الويدجت، عندي التكست فيو بتاع الاوريجينال برايس والدليفري كوست والتوتال كوست والكونفيرم اوردر. وده عشان ده variable عادي بيجيب لي بس الكوست انا بستخدمه عشان احسب حاجه، والبرميشن اي دي ده كنت استخدمه عشان الجي بي اس بس ما لحقتش اكملها يعني عشان الحق انزل فيديو. طيب بعمل ايه في الاول؟ بعرف طبعا الفيو اللي عندي اللي انا هستخدمه find view up by id، وده الاوبجكت بكمل تعريفه وبديله الكونتكست بتاعي عشان هنا انا مش في activity، فبديله get context او get activity مش هتفرق. بعدين بجيب كل البرودكتس اللي عندي اللي انا بجيب الاي دي بتاعهم يعني، وبعد ما اجيب الاي دي بتاعهم هجيب يعني انا خلاص انا البرودكت اللي انا اخترته ببعت الاي دي بتاعه، لما انا اجي اقفل هوم ادوس على اد تو كارت فببعت الاي دي، فانا عايز اسحب من الليسته اللي متخزنه في الشيرد بريفرنس اسحب الاي دي اللي انا بعته، كل الاي دي هات اللي انا ايه اللي انا بعتها، وبعد ما اجيب الاي دي هات دي اروح اجيب بقى البرودكت نفسه بالاي دي بتاعه ماشي. فاسمها ايه؟ جيت كارت برودكت فانكشن، بتاخد لسته من الاي دي اللي عندي وتروح تلف عليهم وتجيب لي ايه كل البرودكت اللي عندي بالاي دي ده، وبعدين بتعرضهم عندي بس بتعرضهم عندي في الكارت ومفيش حاجه تاني بعد كده. خلاص انت بقى المفروض بتدوس على الزرار بتاع اكملوا انتوا يعني، هتدوس على الزرار بتاع كونفيرم ده خلاص بقى يسحب الليسته دي، ويقول لك كده خلاص ان الاوردر هيوصل مثلا كمان ساعتين، وهنا بس تابلاي الجي بي اس عندك عشان تكونفيرم الادرس،
وبعد ما خلصت تدوس على الكونفيرم ده مثلا تفضي بقى خلص الليست، يبقى انت ما عندكش حاجة في الكارت لان انت خلاص سلبت الاوردر. بس ده كان يعني هو ناقصه شوية حاجات بس، وبعتذر عن الديزاين والكود مش منظم قوي، بس عشان الوقت يعني زنقنا. بس شكرا.